صباح الخير يا سنة تالتة، ازيكوا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة هناخد اول درس من الوحدة التالتة اللي هي المحفوظات، واول درس هو الجزء الثاني من قانون الايمان. زي ما انتوا فاكرين ان احنا الترم اللي فات خدنا جزء من قانون الايمان، النهاردة هنكمله، بس حابة الاول ان انا افكركم بالجزء اللي احنا خدناه الترم اللي فات عشان نقدر نبقى يعني فاكرينه ونكمل الجزء اللي احنا هناخده النهاردة. الجزء اللي فات كان بيقول: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. ده كان الجزء اللي احنا خدناه الترم اللي فات. هناخد النهاردة الجزء التاني، وهو بيقول: تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم، نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. يعني إيه الكلام ده؟ تأنس هنا يعني أخذ صورة جسد اللي هو بابا يسوع، لما اتجسد وخد صورة إنسان واتصلب بعد عذابات كتير. اتصلب، بس وقت الصلب ده كان في عهد ملك اسمه بيلاطس البنطي. بعد الألم ولما اتصلب ومات على الصليب، نزلوه من على الصليب واتدفن في قبر، لكن قدر ان هو ينتصر على الموت وقام بقى من الأموات بعد 3 أيام. وده كان متنبأ فيه بنبوات كتير في العهد القديم. وصعد إلى السماء، يعني طلع للسماء بالجسد، وده المكان الخاص بمجد الله، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. وقت المجيء التاني، بابا يسوع لما هيجي هيبقى بيحاسب كل البشر اللي موجودين، اللي لسه عايشين واللي ماتوا، والناس اللي قدروا ان هم يبقوا قريبين من ربنا، يبعدوا عن الخطايا اللي ممكن ان هي تبقى بتبعدهم عنه. دول هيبقى ليهم فرصة في حياة أبدية تاني معاه في السماء. لكن الناس اللي فضلوا متمسكين بالخطية وفضلوا متمسكين بالشر والأفعال الوحشة، الناس دي هيبقى ليهم الدينونة، الذي ليس لملكه انقضاء. يعني يسوع ملهوش لا بداية ولا نهاية، ملهوش وقت وملكه هيخلص، لكن هو موجود منذ الأزل وإلى الأبد، ليه لا بداية ولا نهاية. نعم، نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. احنا كلنا جسد واحد، أساس إيماننا واحد، وهو المسيح، مقدسة لأنه هو بيطهرنا من الخطية وبيقدسنا، جماعة لأنها بتجمع كل البشر سواء جنسيات مختلفة، أعمار مختلفة، ورسولية لأنه يسوع سلم الإيمان للرسل أو للتلاميذ بتوعه، وطلب منهم أن هم يبشروا بيه للعالم كله وللبشرية كلها. نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وبقيامة، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. ده قانون الإيمان الجزء الثاني اللي احنا المفروض هنحفظه كويس. هنقوله تاني مع بعض: تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم، نؤمن بالروح القدس الرب المحيي
المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. معلش أنا عارفة إن هو طويل، ممكن يبقى صعب شوية في بداية المذاكرة، لكن لو قسمناها وخدناها جزء جزء هنقدر إن احنا نحفظه حلوة قوي، زي ما عملنا الترم اللي فات في الجزء الأولاني، ما قسمناه في الحصة خدناها حتة حتة وقدرنا إن احنا نحفظه حلو قوي. هنقسمه برضو واحنا في البيت، هنحفظ حتة حتة وبعدين نسمعه بينا وبين نفسنا كله على بعضه، وان شاء الله هيبقى سهل بالنسبة لكم. ده كان اول درس من الوحدة الثالثة اللي هو الجزء الثاني من قانون الإيمان.